سمر الثانوي اسم الجراحة العامة بفروعه معمول على 4 أيام. ده مؤتمر ناشونال على مستوى مصر كلها، وهيبدأ أول يوم جراحات الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والمناظير وجراحة الأوعية الدموية، ويوم الخميس والجمعة عن الحروق وجراحات التجميل. وده هيبقى بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، وجاي لنا برضه بالتعاون مع جامعة لينشوبينج في السويد، وده أكبر مركز في أوروبا كلها بيشتغل حروق. ويوم السبت عن جراحات الأورام وجراحات الأطفال. المؤتمر بعنوان البحث المستقبلي في تخصصات الجراحة العامة المختلفة في البحث العلمي، وده طبعا علشان يخدم الجراحة وتخصصاتها المختلفة. ونأمل إن شاء الله المؤتمر يقع بتوصيات جيدة بإذن الله.